is no way. I'm already so still burning. So hold on me close. Now baby, I do what I'm told. Still learning to take my chances, to take my time, to keep on dancing, to walk that line. Yeah, you got me shifting the paradigm. No longer wishing, wishing. You're my lucky strike. Love the way you ride. Look into my eyes, say you're ready to go. $1 million life, yeah. We could roll the dice. Act like you're surprised, but Assalamu alaikum, معكم سلمان. اليوم تحدي كندر يا جماعة. كندر 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 كل مرة كندر. أتعب في الديزاين كندر. هذا ديزاين. أطلع برا الحلبة أقعد ساعة كل مرة أضبط الطاولة وأخرب لي كل شيء يعني ما حناكل كذا يعني خلاص ديزاين صورنا أخذنا الصورة أمورنا طيبة. يلا بيض 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 لعاب. يلا كم بدأ تأكل اليوم؟ خلصنا البيض. في هنا يا جماعة الخير فوق ال 15,000 سعرة 100 بيضة من الأوريجينال اللي بطلوا ينتجوه. هذه البيضة بطلوا ينتجوها اللي جوتها اللعبة جديدة اللي تجي نصها لعبة ونصها. أنا جبتها من متجر تسالين المنقذ تحت حتلاقوا الانستغرام حقهم. جماعة الخير كل شيء عندهم، واللي ما عندهم تواصلوا معاهم ترى يوفروا لكم، هو يطلبوه من برا. كونسبت الحلقة اليوم صراحة صراحة والله ألعب. بس استنى ما نديه حقه كل مرة. ايش تسالينا يعني الصراحة كل مرة اتورط في الحلويات. لا اخر شيء ادق عليه ابشر وكل شيء يجيك. والله عنده اشياء جميلة حتى لو يعطيكم العافية موجود. فهنا عندنا تشكيلة قبل لا نبدا الحلقة لا تنسوا تسووا سبسكرايب ايوه وشير. جماعه الخير دائما نقولها في اخر الحلقه، ترى انتم بتتفرجوا على الحلقه ما بتسوس. هنا في زر تحت اشتركوا في القناه وسووا لايك وننشروا الحلقه في كل مكان عشان نوصل ل 8 مليون عشان نفسي اكل سوس. وانا قصدي تحدي 8 مليون مره حلو. ما اقدر اطلع في النص. لا هو هنا تحت، هنا تحت عندهم في اليوتيوب اضغطوا عليه. شفتوا هنا تحت. طيب لا دقيقه ايش روح سوي سوي سبسكرايب مستنينك. خذ راحتك مو طيب. نستنى شوي. تلفزيونك كم بوصه؟ امزح. اوكي لا نبدا بالبيض. نبدا بدول هذه جديده ما عمري ما دقتها. بسكويت. اوه هذه زي قلدوا حركه ال بس بشكل الهيبو بارمس. تعرف تقول هيبو بارمس؟ هيبو بارمس ايش عالمي. ايش اسمه بالعربي؟ ايش اسمه بالعربي اللي سنونه تطلع اللي شو اسمه الفيل البحر هذا ايش اسمه اللي زي أبعرف اسمه بالعربي. اللي يقول هيبوبارمس. نحن كنا نتفرج بيستون يا أخوي. يا أخي والله العظيم بارمس. لا هيبوبارمس. أبعرف الهيبوبارمس إيش اسمه بالعربي. استنى. أنت عارف شو هيبوبارمس؟ هذا واحد كان يطلع في ديزني. هيبوبارمس تخرجي. يا أخي هذا الفرق بين تربية السعودية وتربية أمريكا. أيوة أحسها في عينك. حسيتها. في تعاون بيني وبينك. صحيني من النوم عشان اكل شيء عزيز على قلبي. ايوه بس سيد القشطه حصان البحر. سيد القشطه. سيد القشطه. سيد القشطه. سيد القشطه. الله عليك اكل منها. يا نانتا جواله مو سايلنت لازم ياكل قرن حر. ما عجبني. انا بس بقول. ما عجبك صح؟ نزيد. بس تعرف اول شيء تاكله بعد صيام سكر يخبط في المخيخ مخيخ على طول. الحين بعد نص التحدي حنشوف اللي ما حيخبط في المخيخ اللي حيخبط في الدماغ. هذه كنت اكلها في لبنان. ليه؟ مو موجود بينا. ليه بعدين؟ بيضة. اي بيضة. في بيضة منها ده. ايوه انت كمل انا دكتها انت كملهم يا سحسي. لا انت تدوق البيضة كمان. دكتها. لا دكتها السوداء. دوك البيضة. ايش الفرق؟ اللون. هذه بالحليب وديك بالشوكولاتة. شوكولاتة لسه. طب ليه اديتني بالحليب؟ ما اقول لك لا. ماما بالحليب اللي اديتني بالحليب. شوكولاتة اديتها. والله اديتني بالحليب. شوكولاتة. بسم الله الرحمن الرحيم. طعم الدم. والله هذا ستايل بونس.
لمين قاعد يفتكر اشياء انت بتنساها والله. لمين بالله قرقر كثير ما انا افتكرت سبسكرايب قرقر كثير ما والله افتكرت سبسكرايب. شوف البلوزه يا هاد شوف الكارت كيندر كاردز ها كرتين هاك واحد عشان ما تدوقها. على طار التيشيرتات انا عجبني التيشيرت احسن اليوم مره والله كيف بس حلو ايوه حلو ماني عارف انا اروح. هذا معروف ايش هذا معروف هذا مره لذيذ هذا احبه العصاية. لا بس نحن ما عندنا هذا الشكل الا نحن عندنا هذا الشكل هذا ما عندنا الا هذا حبه حبه ما عندنا واحد ما عندنا واحد. هذا كان كرتون فيه له 6 حبات وهذه ما عندنا واحد. هذه لذيذه مره. هذه الكروت الكروت مره لذيذه بس لو غلط الغلط نبى لعب يلا نبى لعب. مية بيضة هذه مية بيضة امسك اللعبة يا اخي احساس حلو. البيضة قديمة ما عاد صار في منها ايام زمان. سيب لعبي حتركب كل الالعاب انا حتبهدل في المية بيضة انت حتركب شوف. كل الالعاب كم لعبة ممكن تكون تشبه اللعب يعني كم لعبة متشابهة حتكون اللي حجاب صح له 1000 ريال. ثلاثة ثلاثة ايه بيقول لك 100 بيضة ايه بس المتشابهة ثلاثة. والله انا مرة انسان احب اللعب من اول واحد اقول لك ترى ايوه دسمه ترى مرة انا اسرع من سحس باي ذا واي. السلحفة جهزت كندر ميني هذه في منها طويل كمان تعرفها؟ ايوه اللي من جوا ابيض كذا. هذه لما ذكرت هذه دي لايس هذه في لبنان كنت اكلها مره لذيذه ما في منها انا برضو. طب هذه كندر ميني جربت كندر ميني هذه؟ ايوه يعني اشوف كندر ميني زي كندر الطويل ما في ابداع. هذه برضو ما في؟ لا هذه حقت الكريسماس طلعت اظنها زي الكندر ميني من جوا. ايوه فهمت الكونسبت؟ ايوه فكر ديك الثانيه اللي تجيك في كرتون هذه مشابهه ليها. هذه جديده في منها نوعين في منها هذا اللي تفك بسرعه وفي ديكا. بجرب ديكا اذا انت فكيتها بجربها. دقيقه اساعدكم يا شباب اساعدكم يا شباب. ايوه من ورا صح في ملعقه اما اي والله. طيب الحين نسوي كذا. اول مره سلطان يسمع الكلام يحط المنتجات في غرفه بارده الحمد لله. والله ما حطيتها في غرفه بارده اقسم بالله بس هي ضبطت معي. اسمع اول ما اخذت الاغراض فحطيتها في شنطه السياره قام دق علي رجال قال لي تكفى اسمع الكندر شويه دلوع. قلت له ليه؟ قال لي يسيح بسرعه. وقفت في نص الشارع شلت المنتجات من الشنطه من المقعد وصلت البيت حطيتهم في الصاله. قمنا خرجنا انا وحرمتي طفينا مكيفات بس امورها طيبه. فين رحتوا؟ لا انت مره من القوف خش في حياتنا اكثر. تعالي ايه تعالي ايش معانا؟ بس فين رحتوا؟ تعالي ايش معانا؟ كيف فين رحتوا؟ تعالي ايش معانا؟ على خرجه خاصه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اكيد رحت السينما انا شفت سنابك. انا ما اتذكر انه هذه لما نفكها من لفه كذا بدي السهوله. كنت مره اتبهدل. ايش؟ ما عجبتكم تعطيني هي؟ يا بطه ما عجبتكم تعطيني هي؟ بس شوف شوف انا اوقف معاك في السراء والضراء حبيبي ما عجبتك اخذها عجبتك برضه. لو سلحفه ثاني واو اقلب بزر لما اي بزر اشوفه ياكل كندر اقلب بزر لما اشوفه وافشخ لعبته. لا هدي الله هدي الله هدي الموضوع يا سلطان سرع هدي الله يعني قلت لك ما تاكل كثير ما تبي تلعب هدي الموضوع شويه هدي الموضوع. هذه صعبة اللعبة دقيقة يا 16 دقيقة اسرع 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 سيبك سيبك كثير عندك شو احبي اسرع تقروشني اسرع 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 هذه واحدة بسرعة هنا يلا يلا طالع الطريق الطريق شوف لا توترني بسرعة لا توترني بسرعة ترى اذا سبقك وكمان ما يا سلطان بسرعة ما حيسبقني شوف كم ما حيسبقني. الله الله مين كان هو صغير يلعب بالحيوانات ويسوي حديقة حيوان؟ طب نحن ليه حطينا هذه؟ يعني ميني ميني من نفس البيضة
صلح فداني. اوبا. مين طلع فكرة هذا التحدي؟ عشان اعرف نادي يوصل لمرحلة قدام يقوم يقول سلطان افكارك. لا مرة ما افكاري افكاره. ها هي هذه البيضات كلها جاية انه غابة انه حيوانات نيتونز. من اول ما نتكلم بنقول انه هذول الحيوانات دافعين لكندر فلوس ونطلع معاهم. هم الحيوانات اللي دفعوا؟ يعني احنا نقدر نسوي اعلان مع كندر نقول ايه؟ الحيوانات اللي دفعوا؟ لا الشركة حقت هذه النانتوز. يعني احنا نقدر نروح نحط سحت مثلا نحط شخصيات نروح جوا ندفع فلوس لكندر. طيب والله فكرة. ايش رأيك؟ ابدا رسالة حق كندر. كندر السلام عليكم ورحمة الله how are you? My name is Sultan and this is my friend Sahs. We eat kinder so much every day and we hope that our face come to you free. We make advertisement and you make ad بيع انا. Please Osama also. You want to be? Yes, yes. Yes. Now baby. Oh! دلفين! دلفين مين؟ كيو واو! دلفين! حوت! حوت! دلفين! بابا كيو واو هذا حوت! دلفين! حوت يا حبيبي! دلفين! الحوت له فتحة من فوق! كيو واو! فضل! كيو واو! يا أخي أبعد طاولتك شوي! نو! أبي أحط العاب هنا! نو! أنا من حقي أخذ جزئي! نو! هو ياخذ نصه وانا نصه عشان نسوي حل. اول شيء باقي مره كثير. ثاني شيء الكندر ما يصير بابوها جوال. ما يصير بابوها جوال. ما يصير مره ما يصير. تتاكد يعني؟ شوف هو انت تحدي ها. متاكد تتحداني؟ لا انت قول له تتاكد. قول له متاكد. متاكد متاكد تتحداني؟ تحداني تحداني ابدا جوال. ظبطت؟ ظبطت ما توقع والله العظيم ظبطت. نشوف في الحلقة ونقيم الموقف. انا اخلي سلطان يزعلك. انا لا خلي هذول ما هم حاليين. هاي هذا ما هو حالي مرة. انت بواحد؟ لا ما في منه برا يا سيس. الا مين هو؟ الكاس قطعة واحدة. ايش هو هادي؟ ايه خذي لا شوف ترى بيمد يده كثير. لا بزوق يبغاها حبيبي. ترى الزفليات ترى دحين نقدر نتصاف. يلا والله يلا اشبك. يلا نتصافح. نتصافح ايه نتصافح يلا. نتصافح اشبك. السكر بدا يلعب فيه. صراحه احلى حيوان. اوه واحد جديد. اسمع بصراحه لا هذا مو احلى حيوان. احلى حيوان في الحلقه اللي لابس اصفر. أول شيء هذا مو أصفر. أنا قلت أصفر. هذا زيتي. أنا ما قلت حد زيتي قلت أصفر. ثاني شيء قرقر كثير ما أبغى. أوكي عشان خلاص كده أنت قفلت. بعدين تقول له أسامة مسكين وأسامة سكين. ترى أنت ناس المتابعين. لا ماني ناسيهم. ترى ما يصير. أنت مسوي لي حلقة دباب فأنا أقول له الفقرة فوق راسك مثلاً. الحين لازم تسوي فقره متابعين. كم بيضه قدامك؟ كثير. طيب يعني لسه معانا وقت خلينا العب. مش ما حيمديك تقول. انا بلعب. ما حتقدر تقول من حقي العب ولا ما من حقي العب. الحلقه دي يعني ما حيمديك تقول فقره متابعين لو كملت انا. اسامه يمديني ولا ما يمديني؟ بس دوبك رميت علي. يمديك كفو. ايش اللي انا اللي صار لك يا اسبوع اللي فات؟ طب قول سوي كذا بس سوي. ما لازم والله سوي بس مو لازم اسوي كذا. طيب نسيت المسج اللي جاك. اشر لي بس اشر لي انت بس كيف ينسى كل شيء. شوف نسي
فطاو والله اسوي كذا اخربها كلها. ليش تلعب؟ ايوه ليش والله ما ينفقرك متابعين. ايه فقرك متابعين. يلا فقرك متابعين. ترى طالع حاله ولسه قاعد تخرب بيني وبين السحر. انا ما خربت، انا خربت. سوي لي كذا. ايش؟ كذا تسوي لي، تسوي لي كذا. يا احنا نسوي لك كذا. وما بتحول يا اخوي. فقرة تعليقات المتابعين. ناخذ بريك. يا اخي لازم تفزع له، والله لازم تفزع له. لا لا تفزع، والله لازم تفزع. افزع حبدا مدة. انا قلت مو 100 بيضه، قلت 50 بيضه في البدايه. انت وهو ترى. طيب هو التحدي انه هو ياكل البيض وانا اكل هذا. انا اهو توكسن يقول حلقه حلوه بس احس الاكل قليل، نطالب سحس ياخذ سوسو بالدراجه. شكرا على التصوير والمونتاج يا اسامه، ما قصرت. لاف يو اول. ماخذ 20 لايك حبيبي يا توكسن. ماذا ردك عليه؟ الاكل هو الفكره، ما هو تحدي اكل. في فرق بين التحديات، تحدي اكل في فرق لما احنا نبغى يعني نشارككم في يومنا ونسوي تحدي بطريقه ثانيه. والله العظيم حلقتكم روعه من جد جنان. انا بدي اسالكم ليه ما تسووا منيو يمني اعملوه السبت الجاي؟ والله منتظرين منكم تعملوه. والله نحن تكلمنا عليكم، نحن نسوي أيوة هذا الاسبوع، بس نبغى نجهزها بطريقه حلوه. حنسوي تحدي الاكل اليمني ان شاء الله قريب. طيب عندنا هنا النوبي يقول اقسم بالله بقالي ساعتين منتظر الحلقه حقتكم عشان اشوف واستمتع بالابداع، وفكره الدباب فكره روعه ومبروك عليك ان شاء الله يا اخي، ما شاء الله عليك. الله يخلي اهلكم على الادب والتربيه الجميله والروح الحلوه اللي فيكم. واتشرف اني اقول اخوكم احمد من مصر. عاش يا سحس يا سلطان يا سوسو يا اسامه، احلى تصوير يا فرعون، عسير يا ابو ضحك جنان، والله بالتوفيق ان شاء الله يا بعد راسي. والله قوية السحبة في آخر المقطع، تحس سلطان بغى يجن جنونه، هجت قدام الكاميرا الله يعين ورا الكواليس مش بيصير نبي نعرف. ضربته رجلته شوية بعدين مشت الأمور. ليش حيصير يعني؟ والله العظيم والله كلام غريب يا أخي، خلوك تقول كلام أنت ما تقوله. والله أنا الكاميرا أنا مسيطر. حكيهم حكيهم لما أخذت الدباب وقول لك أبغى الدباب بالقوة. والله مشكلة. مو انت، مو انت، انا ما بتكلم عنك. بتكلم عني، بتكلم عني. اسامة روقنا. انا اتوقع انت يبغى لك تقوم تشرب مويه. دوبي شربت مويه بس انا اتوقع احتاج كذا، معليش سامحني، اظن اول مره اسويها. ابى اقوم كذا اخذ لفه في الغرفه. ايش؟ وين اللعب؟ شفت هذه؟ تفكها تاكلها تلاقي لعبه. يعني أنا صغير أمي كانت تجيب لي حبة، أقوم أنا كبير كانت تجيب لي 100 حبة. ريميكس. أنت مشغول بتركب الألعاب. والله العظيم إن الألعاب دي توجع الاصابع، اقسم بات لا ما امزح. اي هم لعبه واحده المفروض للبني ادم. اسمع انت ما بتاكل عشان انت قاعد تركب العاب صح؟ ايه عشان كذا قول لي فهمني، هذه بيضه كامله بالعافيه. ايوه يعطيك العافيه. اكتبها للتاريخ ها؟ ايه انا خلصت اول الساعه. واو والله عيب قسم بالله، وهذا انت بس بتركب العاب. لا بفزع له من اول. والله دائما دائما كذا قاعد يفوز عليك يا اخي. نبدا متخرب دقيقه هذول ما لهم صلاح، هذول قول لهم لا دائما يخرب كل لعب. ما عارف هذول ما لهم صلاح، العنف ده بعد في الكواليس. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة. عشان هذا ظلم اسمه. لا تنسوا تسووا سبسكرايب. كان معاكم سحس. طب لايك وشير، لايك وشير. خلاص مع السلامة.